السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة أعلن من خلال حساب ياسر الجبيلان أن ليس لي أي حساب في تويتر أو الفيسبوك، فوالله وبالله وتالله كل هذه الحسابات بريء منها براءة الذئب من دم يوسف، وكل من أعلم من هؤلاء الإخوة نسأل الله الهداية فهم كذابين علي ويفترون علي. فأرجو أن ليس لي أي حملة في تويتر لجمع تبرعات أو دعم حملات، فهذا كذب صريح علي. انشروا هذا المقطع، كل من يراني والله سأدعو له في جوف الليل إذا نشر هذا المقطع مباشرة، لا سيما في الإمارات المحبين والكويت وقطر كثيرين جدا. انشروه انشروه انشروه، أسأل الله نبعد عن كل شر ويقربكم كل خير، وأن يبلغكم رمضان وصيامه وقيامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم سليمان عبد العزيز حمد الجبيلان.